ليش لحد ما اجت على المانيا او على هولندا او على السويد او على النرويج او على فنلندا، ليش هلا الحبكه بدها تتركوه؟ يا ريتك بالبحر غرقتي ولا وصلتي، لما شفت الحرية زوجك تركتني، ولما صرت بألمانيا كل شي دمرتي. إنه هي تطلع منها الحكم اللي هي أساساً ما كانت راضية عنه، فأخذت القرار. أنا برأيي إنه هو السبب الأساسي هو السبب المادي. يعني بسوريا عنا المرأة اللي بتكون عم تشتغل طلق بسهولة، ما عندها مشكلة، صحيح بتعاني من المجتمع تبعها، بس فيها تعيش لحالها، تربي ولادها لحالها. في كتير أسباب، في منها بتتعلق بأشياء إنه كان الشخص مجبر على هذا الزواج أو كان مرهم عليه يعني بطريقة بأخرى، بس إذا كان زواج تقليدي خصوصا حتى لو كان في ولاد، عم بيجي بيشعر هون بأنه أوكي أنا فيني هون أكون حر أكتر، يعني فيني أدور على الشخص المناسب لإلي.